كان الصوت بتاعه كان صراحة حزين جدا. مرحبا بكم في هذا الفيديو، سنستكشف عالم صيد الثعابين السامة وغير السامة. استعدوا لمغامرة مثيرة. حطيت الشرق تمام واليمامي بالخيط اهو، ان شاء الله هنسحب الخيط ده هو طوالي تمام ان شاء الله باذن الله، يعني وهيبقى ان شاء الله باذن الله يعني صيد جميل. الخيط اهو سحبناه تمام، يعني الصقر ما هينزل ان شاء الله هنسحبهم الخيط ده هو، ودي محاولة ان شاء الله باذن الله. وكان منظر غريب، كان منظر مؤثر البارح وانا بصطاد الصقر الباشق. كان معايا فرخ اليمام ديت حاطه على الشرق تمام. المهم ايه اللي حصل، الفرخ اليمام ديت عمل صوت صغير، امه جت وقيت الفرخ الصغير ديت وكان شيء مؤثر وهو ممسوك، وان شاء الله هنطلقه صراح الطير دي على الطبيعه، لان انا كنت الهدف منه ان نصيد بيه الصقر الباشق عشان خاطر
ناخد منه محتوى ونفيد العالم ونعمل عليه دراسات علميه، ولكن الموقف كان اكبر منه ومن اي حد. وان شاء الله هنطلق الفرخ اليمام ديت. الفرخ اليمام هو بصحه كويسه، ده كال وشرب، الام بتاعته تيجي تاخده لان هو متربي هنا، ولما بيصدر صوت الام بتيجي عن طريق الصوت ديت. ولكن انا انصح ان البيئه طبعا شيء جميل جدا، وهنحطوها هنا على الفرع هو تمام، هنطلقوها هنا على الفرع تمام. وفين مكانه يا طلقناه يا جماعه، هوت حطيناه هوت على مكانه هوت كده يا جماعه. طلقنا فرخ اليمام على الطبيعه كان البارح، لان الام طبعا مدرسه وهي اللي طبعا اللي بتشيل كل هم حتى في البشر حتى في الحيوانات. كان الصوت بتاعه كان صراحه حزين جدا حتى في الطيور ديت. الفرخ اليمام طلقناه هوت على الطبيعه واطلقنا صراحه، ويا ريت كان المنظر دي كان منظر البارح كان منظر صراحة منظر مؤثر، ولكن الحمد لله ان احنا طلقناه بخير وسلامة هوت. وان شاء الله بإذن الله اكلناه، وامه ان شاء الله هتيجي على الطبيعة تاخده تاني ان شاء الله بإذن الله. كان معاكم عبد الحميد الحداد صياد الطبيعة، ولو عجبك الفيديو ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.